اقليم بني ملال السوق ولا تيعمر ولا تيعبر احسن من بني ملال. السوق هنايا السوق هنا مليح مزيان وتدخلوا ليه الكسابه. ايوا الناس راه بايعه شاريه والقدر الناس اللي بغات تشري اليوم تتشري بثمن العقيات مازال تتشري فوق العقيات الفوق تتشري تحت العقيات تحت القزار تحت راه الثمن راه داك الثمن اللي كاين راه ما كاينش بزاف ما كايناش شي سرعه بزاف ما كايناش شي سرعه عليه كثيره ما كايناش والعقيد اللي بغى يعقد الخير موجود راه الخير موجود راه كل عقيد على قدره كنت نية نية اللي تيقولوا ويلي الانسان لدته وحده صغيره تيشري مع جدي ولا حولي ولا خروف ولا اسمو دايزه دايز العيد ديالها لا موجوده الحمد لله الخير ديال البلاد موجود الزريعه موجوده الزريعه ما تمش لا 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 الخير موجود راه القنعه اللي ما بقاتش القنعه ما بقاتش قالك ربي اللي عطاك شبر ديال الخير تيعطيك خطوه ديال الهضه في كل حاجه والناس راه بايعه شاريه الناس اللي داخله درك غير السلعه تاعت البلاد مزرتقه بوحدها هي اللي كاين الثمن قليل ما كاينش الثمن بزاف ما عليش الثمن بزاف الثمن مناسب وصل على عام الاول مزيود هذيك 10000 درك في البقر زايده 10000 8000 حتى 20000 من 20000 لتحت اللي مزيوده على عام الاول ما كاينش نقول كاينه شي كثير شي حاجه بزاف ما كاينش شي حاجه بزاف سوق البقر غالية البهيم لأن اللحم راه غالي النيس والبهيم طالعة واخا حتى الماكلة طالعة البهيم طالعة البلدي الرومي الشالوري البلجيكي ها كله وثمنه والبقر ديال البلاد مزيان تيكون مرسم وشاد المرقد صافي وفيه الثقة ولا حتى ديال برا مزيان مالو المال ديال برا كل ما ديال برا راه كاع كلشي ولا مركوس هادشي ديال البرا وداكشي راه كلشي ولا مخاض واه بادية من 60 الفوق من 60 حتى تفوت المليون الفوق السوق مزيان ثمن مناسب بالنسبة للثنية كاينة موجودة البقر السمين مزيان كاين كل خير لا باقا ما كايناش السلعة ديال برا ما كايناش كاين غير هذاك الشيء غرباوي ديال القنيطرة العريش هذا الشيء ديال الدكالة اللي كيدخل هنايا وهاد النواحي ديال الفقير الصالح وهذا ما بقاش الماء وهذا داك الشيء قليل كيديو كاين كيديو كيعيدوا ضروري لازم بدا كيشري دابا اش غادي نقول لك على حساب الماكله على حساب الجوده الناس كتقلب على الجوده مش كتقلب على داك الشيء المرض بالنسبه للمرض وداك الشيء هاد الساعه ما كاين حتى حاجه كلشي مزيان كاينه مراقبه كاين كلشي مزيان غادي السوق مزيان الحمد لله البقر ديال البلاد عارفين اش كنوكلوه ديال الصبليون راه ما عرفناش كياكل ما يمكنش غادي تشريه ما تزعمش عليه فيه شلا حوايج نورمالمون خاصو ثاني يجي 40 يوم يبقى هنا عادي تحلل عاد بزاف ديال الحوايج لا بغينا ندخلوا للدين راه بزاف ديال الحوايج راك ولكن خاص الكساب يدعموا شويه بالعلف الكساب راه احسن نتيجه ديال البقر هو عندنا حنا في المغرب ما كاينش بحال النتيجه عندنا في المغرب الثمن زايده 100000 اللي زايد هاد زايده 100000 في البهيمه صحيحه ها في العجله دون 100 اخرى دون 100 اخرى علف ولكن راه واكله علف الشمندر صبح ب 5000 صبح ب 10000 والنخاله صبحت ب 5000 بزاف ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.